سارة واحدة من الطالبات المتفوقات في شعبة المحاسبة في طور الماستر بكلية العلوم الاقتصادية، يتم تكريمها اليوم على غرار العديد من الطلبة في تخصصات مختلفة بمناسبة اختتام السنة الجامعية. والفضل يعود بالدرجة الأولى للمولى عز وجل، نحمدهم شكره، وبالدرجة الثانية للأولياء الأب والأم ديولي اللي وفروا لي كاع الظروف باش تتحقق هذه النتيجة. قد ما عبرت لك ما نقدرش نعبر على الشعور لأني نشعر به اليوم، خاصة وأني تابعتها يعني من منذ يعني أيامها الدراسية الأولى وأنا شخصيا اللي ندرسها. هذا الفوز تاعها نعتبره الفوز تاعي في نفس الوقت. التكريم شمل أيضا أساتذة الكلية الذين ساهموا في تكوين أكثر من 9000 طالب تخرجوا خلال هذه السنة في طوري الليسانس والماستر. كعدد الطلبة المتخرجين خلال الطور الأول نقصد به الليسانس، يعني نتكلم على 5882 طالب، أما على مستوى الماستر فالعدد مقدر ب 3302 طالب كعدد إجمالي للمتخرجين، يعني نرانا نتكلم في تقريبا في أكثر من 9000 طالب. سنة جامعية كانت في الحقيقة سنة جامعية على مستوى جامعة الجزائر 3 عادية، بالرغم من الظروف التي تعيشها بلادنا العزيزة، وهذا طبعا راجع إلى وعي ولوعي الأساتذة والطلبة. سنة جامعية أخرى تنقضي ليحصد فيها كل من زرع بذور الجد واغتنم فرصة طلب العلم في انتظار أن تفتح الجامعة أبوابها لطلبة جدد في موسم دراسي جديد.